وجهه وصوره وهنفذ فيه الحكم اللي استقر. واحدة بتحب أقول أكيد. على مين يا ملك يا جرح؟ ده أنا خالد الليث. احترم نفسك وابعد عني وعن مرضي. عارفين البنت الصغيرة دي ماتت ازاي؟ انت حتة خدام ولا تسكت؟ الخدام ده مشي وراكي وعض الايد اللي اتمدت له، وما بقاش عارف ايه اللي مقبل عليه. يا ابني انت مش قد مش دي خالص. انا عارفه رشا معاك كويس. الولد بتاع الدليفري قال الموظف الامن ان اميله هي اللي بعتت الاكل هنا. ردي على قد السؤال. مش انا قابلت ملك وقلت لها ان انا ما اقدرش اعيش من غيرها؟ اهدي يا رشا. من هنا ورايح اسمي مدام رشا. انت بتستعبطي يا مريم، ازاي ما تاخديش ورق الطلاق؟ حضرتك فعلا يا فندم في اوردر الطلب اول امبارح على عنوان سيادتك الساعه 3 العصر. مين اللي طلبه؟ طب حضرتك اسمح لي بس بعد اذنك، لو في حاجه مضايقاك في الاكل ولا حاجه قول لي حضرتك او الطيار. من فضلك تقول لي مين اللي طلب الاوردر. طب ثانيه اشوف حضرتك. اللي تطلبه سيادتك كل مره اميره نصف. متاكد؟ متاكد حضرتك البيانات بتاعتها على الكمبيوتر، حضرتك اول ما بتتصل اسمها بيظهر على السيستم على طول. بصي انا عامله لك ليست بالناس اللي هنبعت لهم الشكر، بكره الصبح يكون كل الناس دي مع بعض. اهلا. بلغي نديم ان انا موجوده. انت مش جيتي العزاء وعملتي الواجب وقال لك شكرا؟ لو سمحتي قولي له ان انا هنا. أصله خرج قدامه قيمة 5-6 ساعات كده. تحبي تقعدي تستنيه ولا مستعجلة؟ أنا عمري ما شفت غتاتة كده. أفندم؟ لا سمعتي، وإذا كنت ما سمعتيش أعيدها لك تاني. والله ما أنا عارفة أقول لك إيه. هو أنت يا تحطي إيدك في جيبي وتسرقيني، يا تقلبي سحنتك بالمنظر ده وتتعدلي معايا بدل ما تندمي. والله بالنسبة لسحنتي زي ما سيادتك شايفة كده عندنا حالة وفاة. أما عن الندم بقى، أنا متعودتش أندم. وبعدين يا ستي أهو اتفضلي أجيب لك حاجة تشربيها. حلو كده؟ سحنتي اتفردت؟ هو أنت مش وصلك الإيميل وعرفت إنه الكامبين اتلغت اللي الكل باصص لنا فيه ده؟ عايزة إيه تاني؟ طب ما تقولي لنفسك، ولما هو كده مواربة الباب ليه؟ ما تقفليه. هو ده اللي مزعلك؟ ماشي، من عينيا الاتنين هقفل الباب، بس بشيلي ايدك احسن يقفل على صوابعك وتقولي اي. في ايه يا رامي؟ عمك والاستاذ فهمي قاعد هنا ومستنيكي، والمحامي بتاعك كمان، وزي ما يكونوا متفقين ان هم يتقابلوا هنا. على حسب علمي انت ما تعرفيش او تعرفي وما قلتليش. طيب انا شويه وجايه لكم. دخلوا اي مكتب ومحدش يلت معاه كتير. يلا باي. ناقصه انا اعرف على الصبح لو سمحت. ممكن اسالك على حاجه؟
شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه يا استاذ فهمي؟ انت افتكرت التوب دلوقتي ولا ايه؟ يا عم انا جاي تايب. في ايه؟ انا هتوب عندكم انتوا؟ لا يا عم انا جاي تايب، مفيش حاجه، ما افتكرتش حاجه. طب صلي على النبي. حسبي الله ونعم الوكيل. صلي على النبي، صلي على النبي. تعالى تعالى نخش نقعد. عليه الصلاه والسلام. ايه ناوي تحبسني ولا لا؟ إيه؟ لا لا نخش نقعد. يمكن هتسعروا مني ولا حاجه. لا لا ازاي؟ ما فيهاش حاجه. لا ودي تيجي برضه. يمكن مدياكوا اوامر تسعروا مني. لا لا نستعرض. وانا قلت حاجه غلط. الراجل ده انت. انا بقول بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. روق. اتفضل اتفضل. اروح فين يا سيدي؟ اتفضل تعالى معايا. اتفضل هنا. اتفضل. اتفضل بإذنك يا بنتي. اتفضل. حسبي الله. اتفضل. اتفضل يا استاذ فهمي. اتفضل اتفضل. ايه ده كله يا عمنا؟ ايه ده كله؟ أول مرة أشوف عمارة مبنية بإزاز. كل الحيطان إزاز أهو. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. أنا دلوقتي بس عرفت الست مالك ضيعت فلوس المرحوم اخويا فين. بس على فكره الوكاله دي معموله قبل الله يرحمه ما يتوفى. بفلوسه؟ بفلوس المرحوم اخويا. اوعى تفهمني ان الست مالك راجعه من امريكا بزكايب فلوس. لا يا حبيبي، لا يا استاذ جلال، اخويا الله يرحمه كان بيبعت لها المصروف كل اول شهر لحد ما رجعت. يعني انت ما استلمتش الاكل من الراجل ده وحاسبته عليه؟ لا يا باشا، اللي جالي حد ثاني غير ده. لما سالته عن الحساب قال مدام اميره هي اللي حاسبه. الكلام ده مش مظبوط. مدام اميره بتطلب الاوردر بالتليفون والحساب بيبقى عند التسليم. امال حضرتك سلمت الاكل اللي كان معاك لمين؟ باشا انا حد قابلني قبل باب الفيلا بشويه كده قال لي ده اكل باشمهندس نادين. قلت له فما حاسبني عليه واخد. يا حبيبي هو انت المفروض تسلم الاكل لاي حد تقابله في الشارع؟ فكرت سعادتك الحرس بتوع سعادتك بيبقوا على طول واقفين قدام البوابه. الساعه كانت كام؟ حوالي 4:30 5. انت استلمت الاكل الساعه كام؟ كلمة متاخر يا باشا، قبل سعادتك بتوصل بشويه بسيطه. ممكن بس تفهمني حضرتك ايه اللي حصل عشان ده كله؟ لو شفت الراجل اللي سلمته الاكل تعرفه؟ شفته تعرفه؟ أعرفه يا باشا. وأنت أول مرة تيجي هنا ولا إيه؟ يا زمن. يا سيدي أول مرة أجي هنا. شفت الزمن؟ شفت الخيبة اللي أنا فيها؟ شفت بنت أخويا اللي في مقام بنتي بالظبط؟ معرفش عنها ولا عن شغلها أي حاجة، ومعرفش كمان إن هي عندها الهلومة دي كلها. بس على فكرة الهلومة دي كلها $5,500 بيدفعوا الخميس الأولاني من كل شهر. وعلى فكرة ناس طيبين قوي، بيرشوا هنا بكلون نضاف، بيرشوا بكلون يا 5 5 على طول. إيه اللي بتعمله يا أستاذ جلال؟ والله عيب عليك. عيب؟ لا عيب. فاهم إن أنا مش فاهم؟ ده أنا فاهمها وهي طايرة. انت بتخمس في وشي ليه؟ ها؟ بتخمس في وشي ليه؟ وانا هحسدها ولا بحسدها؟ يا عم جلال عيب، ده انا لسه من شويه بقول لك دي بنتي بالظبط، يعني اتمنى لها الخير وافرح لها، مش 5 5 و5 كلونيات ايه اللي بتقوله يا عم جلال؟ لا عيب والله، والله عيب. ولو انها هي كرهاني، كرهاني لله في لله، كرهاني وهي عارفة ومتأكدة إن أنا على حق. لا بس روق، بس روق كده واستهدى بالله. الموضوع ما يتعداش خلاف بسيط في وجهات النظر. خلاف بسيط في وجهات النظر؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إنها تطردني وقدام مين؟ قدام ابني، ابني وأختها بتطردني. ومش مرة يا جدع، لا
دي بقت عادة عندها، عاملاها حلوانة بسلوانة، كل ما تشوف وشي تردني. بذمتك عيب ولا مش عيب؟ ما ترد يا عمنا، عيب ولا رد يا عم عشان نفسيتي تستريح واعرف انام بالليل ان انا على حق، عيب ولا مش عيب؟ لا عيب، عيب فعلا يا عم. بس انت بس روق كده، وان شاء الله احنا مش هنقوم من القعده دي غير لما نصفي كل الخلافات اللي بينكم. والله بقى عمنا الكوره في ملعبها دلوقتي. انا راجل جاي مدد ايدي وعاوز احلها ودي وبلاها المحاكم. قول يا استاذ جلال، هو مين فينا، انا ولا هي، مين الكسبان القضيه لحد دلوقتي؟ ها ما ترد يا عمنا، انت مكسوف ولا ايه؟ حضرتك حضرتك يا استاذ فهم. حلو، ومين اللي جاي عارض الصلح؟ حضرتك برضو. يبقى عداني العيب ولا ما عدانيش؟ يا عم رد، خليني اعرف انام مستريح ونفسيتي تستريح وانام كويس. عداك العيب وازح يا عم فهد. حلو، ولسه هتقول كده قدامها لما تيجي في وشها عدل. ايوه، اول ما اطلب طلباتي. ايوه بس هي تيجي مش تسيبنا ملطوعين اللطعه دي وتقول جايه وما تجيش، ده احنا قاعدين مستنيين ما نشوف. معلش الغايب حجته معاه. يا عم ما اتكلمناش، ده احنا قاعدين، ما انا اصل جاي احل، يعني انا جاي مدد ايدي للصلح، فما يجراش نستنى يا سيدي. ادي احنا، هو في بوفيه هنا ولا ما فيش؟ مش لاخد لك حقك. اللي عمل كده هجيبه، هجيبه وهياخد جزاء بحياتك. كنت عارفه اني هلاقيك هنا. مين قال لك؟ رحت لك البيت وما لقيتكش، قلت هيكون فين غير هنا. شفتي؟ انا عارفه الوضع اللي جواك عامل ازاي يا نادي، بس انت مالكش ذنب، ده قضاء ربنا. احنا ما نختارش مصيرنا ولا مصير الناس اللي بنحبها. يعني كان في ايدك حاجه وما عملتهاش. أنا ما عملتش اللي عليا، ما عملتوش. فين لما خدت بالي إن ربنا إداني بنت جميلة كده؟ حمار.
بابا حمار قاعد ابني لك في بكره واجمع لك في الثروه. طب قيمتها ايه بقى الثروه دي دلوقتي؟ ارجع عندي وطز في 100 ثروه. انا ما استاهلهاش. اشغل سهل نفسك. طول عمري هفضل عايش بذنبها. أنا اللي قلت له هاتها يا مفيد، البنت وحشاني، هاتها يا مفيد عايز أخدها في حضني. كنتش عارف إنها تبقى آخر مرة، إنها جاية عشان تموت. نديم أنا حاسة بيك، ويمكن أكون أكتر واحدة حاسة بيك. مفيهاش حاجة لما أطلع اللي جواك قدامي. مش هتيجي ان احنا بقى لنا 16 ساعة الا ربع قاعدين وما جاتش. شفت؟ معلش يا عم فهمي، كمل جميلك واستنى الربع ساعة دول كمان وقفلهم 16 ساعة على بعضهم، يمكن نلاقيها في خلقتنا دلوقتي. ده يا عم مش هتيجي. افهم يا عم مش جاية، صدقني مش. بص، هي عرفت ان احنا موجودين وقررت انها ما تجيش. انا فاهم. عارف ليه؟ يا عم قول لي ليه؟ عشان مش عاوزه تحل. يا مش عاوزه تحل. بنت اخويا انا عارفها كويس، هي عاوزه القضيه تفضل متعلقه في المحاكم كمان 7-8 سنين لغايه انا مزهق واتعب وحيلي يتهد. ساعتها بقى انفذ اللي هي عايزاه. بالعكس بقى، ده هي بتدور على الحل ومستعجلة عليها أكتر منك. لا مش باين، مش باين يا حبيبي، مش مستعجلة. عارف لو هي مستعجلة زي ما أنت بتقول كده كانت فطت نطت جت قعدت معانا عشان تحل، إنما هي مش عايزة تحل. صدقني دي بنت أخويا أنا عارفها كويس، مش هتحل يعني مش هتحل. يلا بس مين بقى اللي كسبان القضية لحد دلوقتي؟ رد يا عم عشان نفسيتي تريح. انت مش كده؟ ومين اللي جاي عرض الصلح؟ انت يا عم فهمي. بس انت عم عن اذنك بقى. ايه استنى بس يا عم فهمي، استنى بس واستهدى بالله كده واقعد وروق دمك. روق يا راجل. بقول لك مش هتيجي. مش حد... انت مش عارف تفهم ليه؟ اقولها لك بالانجليزي نوت كامينج. اه طالما نوت كامينج يبقى مش هتيجي. خلاص فهمتني؟ طب بص بقى، صلي على النبي، اقعد بس. استهدى بالله. قول لي كل طلباتك وانا بصفتي المحامي بتاعها هبلغها كل الطلبات واجيب لك الرد لحد عندك يا عم. اقول لك كل طلباتي؟ اه. طيب ماشي، بس هتفتكر ولا انت من النوع اللي بينسى؟ ما تكتب احسن. اكتب حاضر، ورقه وقلم واكتب حاضر. قول لي طلباتك عم فهمي تحت امرك. شوف يا سيدي، انا ماليش طلبات. ما لا ما تكتبش دي. مش هكتب. ما تكتبش. ما الورق وقلم وبتاع وفي الاخر مفيش طلبات. لا يعني انا ده لسه الكلام بينا وبعض. يعني. ماشي. لا مؤاخذه، انا ماليش طلبات. هو طبعا انا ليا التلت في ميراث اخويا، ده شيء قانوني معروف. بس انا برضو مش عاوزه. برضو ما تكتبش. ما تكتبش دي يا عم، احنا بنتفاهم الاول قبل الكتابه. التلت ده انا مش عاوزه. انا هتنازل عنه. هتتنازل؟ يا عم انت ادي القلم اهو، سيب الورقه والقلم. هتنازل عنه بس مش ليها. حلو. لمين؟ لاختها مريم.
فاهمني؟ لاختها مريم. وكمان ايه؟ التوكيل اللي عملها لها مريم يتلغي، وده بقى يكون قدامي في حضوري وحضور المحامي بتاعي انا. كمان عاوز حاجه مهمه قوي. خير؟ عاوز يبقى لي كافه الضمانات اللي حافظ بيها على فلوس مريم. شفت انا ماليش طلبات ازاي؟ شفت؟ ماشي ماشي يا عم فهد، بس تيجي. ايه مش عاجبك؟ ايوه طبعا اكيد ليكي. بص انا هبقى صريح معاكي بصراحه كده، عمك هو اللي جابه ومحلفي ان انا لازم اجي اجيبهولك، يعني انت عارفه اني ما بحبش ازعله. لا لا انا اللي جايبه، انا اللي جايبه، بس قصدي يعني ان هو صاحب الفكره. ايه البصه دي؟ عجباني صراحتك. طيب بما ان بقى ممكن هي عجباكي صراحتي، انا هبقى صريح معاك اكتر من كده شويه. بص يا مريم، بصراحه كده انا اكتشفت ان انا كنت ما بفهمش ان يبقى عندي بنت عم حلوه زيك كده وانا مش شايفها، او عامل مش شايفها، ابقى ما بفهمش. فهماني؟ لا يا مريم، يعني اكيد زي ما انت معجبه بصراحتي انا برضو واثق في ذكائك. يا اهلا وسهلا. اهلا مالك، ازيك؟ أنا عايزة أفهم بقى، إيه الحصار اللي أنتوا عاملينه علينا ده؟ أنت هنا وأبوك في المكتب. مالك، مفيش حصار ولا حاجة، الموضوع كله بس إني جاي أشوف مريم، أزورها وأطمن عليها، مش أكتر من كده. والله بجد، من أنت بقى الكلام ده؟ مالك، أنا حتى كنت واعد رنا إن أنا أخدها وأخرجها. مالكش دعوة ببنتي. خلوا رنا بعيدة عن اللعبة اللي أنتوا بتلعبوها دي. وقول لباباك ان العرض اللي عرضه على المحامي بتاعي مرفوض. بلاش السكه دي معايا، لا انت ولا ابوك هتكونوا احن على اختي مني. مالك، انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه بالظبط. انا كل اللي اعرفه ان ابويا كان جايلك المكتب عشان يقولك اللي حصل بينه وبين طليقك بس. طليقي؟ طيب. نعم. نعم. معقولة حزومة كده تنساني؟ ده كلام؟ لا أنا زعلان منك، لا بجد زعلان منك. أنا مش واخد بالي، حضرتك تعرفني؟ كمان تعرفني؟ ده احنا قرايب. قرايب يا حزومه، ركز شويه. في ايه؟ قرايب ازاي؟ انا خالد الليسي، جوز خالد بنتك رنا. جوز خالتها منين؟ لا دي قصه طويله بقى. انت عندك اكل عشان انا جعان، ولا ننزل نقعد في اي حته ناكل لقمتين؟ نادين مش معقول، انت بقالك يومين ما دقتش حاجة؟
وكله سيجار في قهوة، ما ينفعش كده حبيبي. انت ولا حد مصلح؟ ايه؟ جاوبي على قد السؤال. انت ولا حد مصلحتك؟ قبضتي تمن موت لوجي ولا لسه ما دفعوش؟ انت بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لا فاهمه كل حاجه. مين اللي استلم الاكل من الواد بتاع الدليفري وحط لي السم فيه؟ اكل ايه وسم ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. لما سالتك حلفتيلي انك ما طلبتليش حاجه. المطعم اكدولي انك انت اللي طلبت الاوردر، واسمك وتليفونك متسجلين عندهم. مين اللي وراك؟ مين اللي قتل بنتي؟ مش عايزة تتكلم. شهادة وفاة، بيانات المتوفي أميرة محمد حافظ ناصر. يعني أنت ميتة ميتة. رصاصة بستة جنيه ما تبقيش موجودة. الأحسن تقولي لي مين وراكي عشان ما تدفعيش التمن لوحدك. عاوز تموتني أنا؟ مطلعلي شهادة وفاة وبتهددني بيها؟ إزاي تشك فيا؟ إزاي تشك إن أنا ممكن أعمل فيك كده أو أعمل كده في لوجي؟ أنت مش عارف أنتوا إيه بالنسبة لي؟ أنت بتتكلم إزاي يا نديم؟ بص، تليفوني اللي متسجل عندهم أهو، خد اللوج، بص فيه، بص بص شوفني كلمت المطعم ولا لا، ولا شاكك اكون مسحته ومال. عموما ابقى اكلمهم بكره واطلب فاتوره تفصيليه بكل تليفوناتي. شوفني كلمتهم ولا ايه؟ انا اخر حاجه في حياتي كنت ممكن اتخيلها انك تشك فيا. انا رهنت حياتي كلها تحت رجليك. أنا من ساعة ما بصحى الصبح بصحى عليك أنت. ولو عاوزة أموتك مش هتصل من نمرتي. أنت عارف مشكلتك إيه؟ إنك ما بتشوفش. إنك عمرك ما حسيت بيا. عشان لو بتحس وبتشوف كنت عرفت إن أنا بحبك. ايه اللي بتقوله ده بجد؟ يعني لوشي يا حبيبتي؟ طب ازاي ده يحصل؟ بوليس أبدا اللي عمل كده ولا لسه؟ لا أنا مش هبلغ البوليس، أنا هتصرف بنفسي. ملك، الموضوع ده محدش يعرفه غيرك ومعاك اتنين تلاتة. خليكي معايا ثانية واحدة ملك، أرد على بيتي وأرجع لك. ما تقفليش. ها أيوه. ها فين؟ طب خليك مكانك، جايلك على طول. لا 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 لا، مفيش صبح، انا هغير هدومي مسافة السكة. يلا. الو الو الو